دكتور انا معاكي. شايله الرحم من 6 شهور. ايوه. عندك كام سنه يا مارو؟ عندي 37 سنه. ايوه تمام. انتي مخلفه؟ ايوه مخلفه قبل كده مرتين. تمام. ايه سؤالك يا مارو؟ انا شايله المبيض بقالي 6 شهور والمبيض الشمال وبقالي 4 شهور دلوقتي متجوزه والدم بينزل، يعني نقط كده بتنزل وحصل حمل الدكتور قالت لي سقطتي وكده، بس انا مش مصدقه مش عارفه بقى. هو حضرتك شايله الرحم ولا المبيض؟ ده فاهم قصدي؟ المبيض المبيض حضرتك الشمال. قلتي في الاول شايله الرحم، شايله المبيض؟ لا مش شايله الرحم، كان كيس في الرحم الاول عمل تسرب على ال على لا شايله كيس من قلب المبيض. حضرتك قلتي شايله الاول الرحم ولا قلتي شايله المبيض؟ لا 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 انا اسفه انا اسفه. تمام. حضرتك شايله كيس من على المبيض تقصدي؟ الله عليك، عمل تسرب في الرحم الشمال شال، والدكتور قال لازم يشال، شلت عند دكتور شاري خاص بره. تمام. بس وده بقى لي 5 شهور دلوقتي متجوزه، بيقولوا كنت حامل وسقط. هو مين بيقوله يا فندم؟ يحصل الدكتور دكتور. طب من غير اختبار حمل، حضرتك عملتي اختبار حمل او عملتي سونار؟ عملت اختبار حمل وعملت لما عملت ما بانش بالاختبار، بان في الاشعه. بان في كيس حمل يا فندم. ايوه كان وحضرتك حصل لك نزف بعديها. ايوه دم كتير لو دم كتير كده يبقى غالبا حصل اجهاض ولازم طب ايه سؤالك يا مدام مروه؟ وحياتك عايزه تخلفي؟ ايوه جوزي عايز طبعا. طيب حاضر. وحياتك قلقانه يعني يبقى في مشاكل؟ ايوه نزل دم تاني بعد ما نزل الدم الاولاني، نزل تاني دم بعد شهر ونص. طيب حضرتك بعد ما نزل الدم حضرتك رحتي للطبيب المعالج وعملتي؟ لسه لا لسه بقى، انا لسه الزروب عليا لسه. ما هو ده لازم يا فندم حضرتك تروحي وتتاكدي من سلامه الحمل ده، هل هو لسه موجود ولا حصل اجهاض؟ يعني ممكن. انما هو صعب قوي اوصف حاجه على التليفون وانت مش عارفين يعني ده هي حصل. هي تعمل ايه دلوقتي يا دكتور؟ هي لازم طبعا تعمل سونار. طيب. اول حاجه طيب. تتاكد منه، لازم تعمل سونار عشان تتاكد اذا كان في حمل او لا، اذا كان هو نزل ولا لا، واذا كان ممكن في ممكن ما يبقاش نزل بشكل كلي ممكن يعني. ما هو في من انواع الاجهاض، كنت لسه بقول لحضرتك ان هو في اجهاض منذر اللي هو ده يبقى الحمل سليم بس حصل دم قليل مع مغص قليل، في اجهاض حتمي اللي هو يبقى كل الحمل نزل والرحم خلاص حصل له بالتالي هي لازم تعرف هي في اي حاله اجهاض غير مكتمل، لازم طبعا دي اول حاجه تعملها السونار. طيب هي قلقانه انه ما يحصلش حمل، خلينا نقول يا دكتور لو الست زي مدام مروه كده بتخطط لحدوث حمل، هي عاوزه. أيوة. هي عاوزه يحصل. أيوة. حمل، ايه اللي ممكن نقوله لها؟ اول حاجه ما اقول زي ما قلنا في اول حلقه تتاكد من الحاله الصحيه بتاعتها، وبعدين هي برضه ما جابتناش سيره الزوج ده، هل عنده اولاد ولا لا، ولا ده اول زواج له؟ لازم ما هو الحمل ده مسؤوليه زوج وزوجه. اي صح. لازم الاول تحليل، احنا اول ما بتجي لنا واحده بتدور، زمان كنا بنستنى سنتين قبل ما نقول لها تفكري في الحمل، ان بعد ارتفاع سن الزواج فبنقول مثلا 6 شهور على الاقل. على دلوقتي الناس بقت تتجوز عادي في سن ال40 وحاجه بالظبط كده، فما بنستناش يبداوا الحياه اصلا، ما بنستناش بقى فتره كبيره. ينفع بقى نستنى؟ فاحنا بنقول اول حاجه تحليل الزوج الاول، نطمن على ده سهل جدا، تحليل سائل منوي بنعمل له اسسمنت كده ونشوف اخباره ايه، وغير كده بقى نسالها اسئله طبيعيه اللي هي الدوره بتجيلك بانتظام او لا، في اي تاني اعراض تانيه معاها عشان نشوف برضو سلامتها او حالتها الصحيه. زي ما قلت لحضرتك برضو في الاول موضوع السكر ده كان لازم يتظبط قبل ما نبتدي في الحمل، او اي حاجات تانيه زي ضغط الدم العالي او الانيميا. تقريبا.